ازيكم وازيكم؟ انا وئام شوقي، حكون معاكم في سلسلة حلقات لبرنامج يعني شنو على منصة الدوحة ستايل. الحلقات حنتكلم فيها عن يعني شنو، مصطلحات كثيرة بتلاقينا في التايم لاين ما بنكون عارفينها او جديدة علينا كمتلقيات ومتلقين، في طوال يتبادر في ذهننا يعني شنو؟ يعني شنو النسوية؟ يعني شنو التقاطعية؟ يعني شنو العنف المبني على النوع؟ يعني شنو النسوية البيئية؟ يعني شنو النسوية ضد التجيش وعسكرة الدولة؟ يعني شنو لما نتكلم لما تتقال مفردة جندر رول؟ مفردات كثيرة شديد هي بتحتاج إنها هي تتبسط عشان كلنا نقدر نفهمها. في سلسلة الحلقات دي حنبدأ بإنه إحنا حنتكلم يعني شنو نسوية، وليه أنا نسوية، وليه أنت نسوية، وليه ذاك نسوية. تابعونا على المنصة، حتلقوا كل الروابط للينكات حقت البلاتفورم الموجودة، وأشوفكم في يعني شنو.